أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. سيطر الجيش السوري الحر على منطقة محروثة في القلمون الشرقي قرب البادية بعد معارك مع قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية، وأكدت مصادر أنه ما لا يقل عن 10 أفراد من قوات نظام الأسد بينهم ضابط قتلوا في المعارك في المنطقة، كما تمكن مقاتلو الجيش الحر من تدمير موقع عسكري تابع لميليشيا حركة النجباء العراقية في البادية السورية. قتل 6 جنود يمنيين في هجوم شنه تنظيم القاعدة على ثكنة عسكرية في محافظة شبوة، وقال مصدر عسكري إن الهجوم نفذه انتحاري بسيارة مفخخة مستهدفاً قوات النخبة الشبوانية المكلفة بحماية المنشآت الحيوية في المنطقة. دعت 4 عواصم غربية مجلس الأمن الدولي إلى التحرك ضد إيران بعد إطلاقها صاروخاً يمكنه وضع قمر صناعي في المدار حول الأرض، وقالت كل من واشنطن وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في رسالة للمجلس إن صاروخ العنقاء الإيراني يشكل تهديداً وخطوة استفزازية لا تتفق مع قرار الأمم المتحدة الذي يدعو طهران للحد من برنامجها النووي. صادق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يمنع الإرهابيين من حيازة الأسلحة، ويشدد القرار على ضرورة امتناع جميع الدول عن تقديم أي دعم سواء كان صريحاً أو ضمنياً إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية. كما يدعو القرار الجديد إلى النظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية بغية المساعدة على وقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابيين. قتل جنديان أمريكيان في هجوم انتحاري استهدف قافلة عسكرية لقوات حلف شمال الأطلسي على مشارف مدينة قندهار جنوبي أفغانستان، وقال شهود إنهم رأوا جثثا أخرجت من موكب كان يضم 3 عربات على الأقل. ومن جهتها أعلن الطالبان مسؤوليتها عن الهجوم بعد 2 ساعة من حدوثه. أفادت تقارير بأن النجم البرازيلي نيمار سيوقع عقداً مدته 5 سنوات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وكان برشلونة الإسباني أعلن في بيان رسمي أن مهاجمه البرازيلي ودع زملائه في الفريق وغادر النادي من دون أن يتدرب معهم. وأكد البيان أن إدارة النادي طلبت من نيمار دفع الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو. الموجز، إلى اللقاء.